عظيم. لا تغير القناة. نحن بحاجة إلى شيء أكبر هنا. أطلق المدفع. يا! I just wanna be a damn girlfriend. What I gotta do to make you face the truth? You didn't act like a friend that night. Maybe that's why it felt so right. You really need to spell it out for you. أنت يا ريكي، وينزداي فتاتي. مان آن، ماذا تقصد؟ لن نتقابل أبدا. انظر ماذا فعلت، أنت في ورطة كبيرة. انظر. أمي. لماذا اخترتي غيري؟ نعم، ماذا؟ القط الأسود.
أصوات، باريس في خطر، نحتاج مساعدتك. حسناً أنا قادم. أنا مستاء. لقد جئت. ماذا هنا؟ هنا انظر. واو، هذه الساعة ستكون مفيدة لي. كيف سنهزمه؟ اصرف انتباهك، لدي فكرة. ماذا تعتقد؟ هل سأنجح؟ كوني ذكية، فكري في الأمر. أنت انظر ما لدي، انظر. هيا. نه، وما هذا؟ أوه يا إلهي، لم أنتبه أبدا. لا، لماذا؟ لا، لدي المزيد. لا، لا تفعلين هذا من فضلك. أرجوك لا. أوه يا إلهي، أرجوك لا. عظيم. ماذا عن الفراشة؟ لم أحتاجها هذه المرة. لا تشكريني على المساعدة، وداعا. أين هو؟ أين أنت؟ حسنا يا تشاكي، يجب أن أجرب الساعة. حسناً، إنه يعمل. يا للهول. حسناً، إنه يعمل. وينزداي، لدي مفاجأة مخيفة لك. أكره المفاجآت، لا تكن سخيفا. لا تفتحين. رائع، كيف عرفت أنني أحبها؟ لدي مفاجأة مخيفة لك. أكره المفاجآت إن لم تكن مخيفة. أين الكعكة؟ أين؟ وينزداي، لدي مفاجأة لكي أصالحك. ماذا تحتاج؟ رائع، لا أصدق ذلك. الوحش الذي تفتقر إليه مجموعتي، كيف عرفت ذلك؟ يمكنك الآن أن تضع قبلة على خدي. رائع، لا أصدق ذلك. رائع، لا أصدق ذلك. الوحش الذي تفتقر إليه مجموعتي، كيف عرفت ذلك؟ يمكنك أن تضع قبلة على خدي.
ماذا؟ لن يوقفني أي شيء. هيا. أوه، أنا أكره الألوان الزاهية. ماذا تريد؟ لا أريد قبلة. هل أنت مجنون؟ ماذا؟ انتظري ونزاي. هيا اعمل. ما الخطأ؟ انتظري ونزاي. لا 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 ونزاي. هل أعجبتكم الحلقة؟ نضع الكثير الكثير من الإعجابات واشتركوا في القناة. سوشا، دان، وأنا. والآن ودا. دان رومانسي جدا. قررنا تنظيم مفاجأة في ذكرى تعرفنا على بعضنا البعض، لكن الخطاب كبير جدا، يمكنه فقط إرسال رسالة نصية قصيرة. لكن حان وقت مجيئه. جئت، لكن ما بيدي، انهم باردون. انا قلق فقط. والصوت، انتظر، انت لست مفاجأة. يجب ان افعلها. أخيراً، في بضعة ساعات ستنتهي التحولات وسوف تصبحين عروستي. اللعنة، لقد نسيت. لدينا ذكرى اليوم، لقد نسيت. أنا بحاجة إلى العثور على هدية على وجه السرعة. حسناً. مجرد أختار هدية لسوشا. اليوم هو ذكرى لقائنا، ماذا يجب أن أعطيها؟ لدي فرصة للحصول على دانيال وكل هذه الهدايا الرائعة. كل شيء ممل، عليك أن تكون مبدعة. أفضل هدية أن تكون مصنوعة يدويا. ماذا يجب أن أعطيها؟ احتفظي به لأجلك. احفظه لي لنفسك، احفظها لنفسك. حسناً حسناً، سأحاول التفكير في شيء ما. حسناً، هذا كل شيء. لا أريد أن أقول أي شيء، لكني سأكون مستاءة. إنها كيلوغرامات إضافية على اللوحة، هل فهم؟ ماذا؟ إنها مثالية، تماماً كأنها واقعية. هناك شيئاً ليس جيداً في هذه اللوحة. لا أعلم ماذا أفعل. ها هي. لقد فات الأوان، يجب أن أركض إلى هناك. إلى أين تذهب؟ لأقابل سوشا، لقد تأخرت بالفعل وما زلت بدون هدية. أنا معك. لماذا؟ سأساعد في الهدية، وأيضاً أعرف الاتجاه القصير. أين أنت دانيال؟ انظري، لقد جمعت الزهور. لا، هذا سيء. هنا. لا، نحن نتجول هنا لمدة نصف ساعة ولا أستطيع تقديم هدية. متى سنصل إلى هناك؟ هكذا، بعد هذه الزاوية مباشرة. مرحبا أيها العشاق، انتظروا انتظروا انتظروا. أنتم توعدون سوشا؟ سأخبرها بكل شيء يا رفاق.
لا، نحن لسنا عشاق. بات، ودعاً ليزا. مهلاً، هل يمكنك إخباري؟ أين مصنع الألعاب؟ على الجانب الآخر، مباشرة بعد الزاوية، استمر لمدة 5 دقائق. ماذا؟ عفواً، يبدو أننا اتخذنا الاتجاه الخطأ. لنذهب، نحن ذاهبون إلى هناك أيضاً. آخر مرة رأيت الكثير من الزهور الاصطناعية هناك. حسناً، ذهبنا إلى المتجر. ذهبنا إلى المتجر، وكان هناك الكثير من مستحضرات التجميل. لذلك، أنفقت كل الأموال من بطاقتنا. ماذا؟ كل هذا؟ لقد صرفت مال والدينا لمدة شهر، وأنتم أنفقتوه في يوم واحد. لقد حصلنا عليه البارحة. ليس أنا، أجبرتني على القيام بذلك. الآن سأقدم بالتأكيد هدية بيلي. شكرا لك أختي الصغيرة. دعونا نذهب من هنا، هيا. أعتقد أن حبيبك حصل على فتاة جديدة. من فضلك توقفي عن مقاومة سحري. أوه، كم هو ممتع أن تكون على قيد الحياة مرة أخرى. أوه عزيزي تشاكي، لقد وجدت هذا الجسد المثالي بالنسبة لي. أجمع جيشا من الظما، أعتقد أنني أرى الضحايا المناسبين. حسنا، هذا كل شيء. أوه سوشا، وهذا هو لك. ألم يعجبك؟ أنا آسف. ماذا تفعلين؟ حقا؟ لا، يبدو أنه سيء. مرحبا يا دان. أنت مرة أخرى؟ هل قابلت خطيبتي؟ لم أرى أي باربي بلاستيكية هنا. أنت وقح جدا، خطيبتي تقف أمامك. أجعله حريا. أعتقد أن وجهك تغير بسرعة. نعم دانيال، ملكي فقط، لذلك سنبقى معا حتى النهاية. لا، أنا أحب سوشا. لطيف جدا، لا أستطيع أن أخبرك كم هو لطيف. أخي هيا هيا، قم بلكمة. تعاملي مع هذين. دعني أذهب، لقد سئمت منك. أخي سأطلب المساعدة. خذيها وحوليها إلى دمية. أنا يا إلهي، لديك هذا الشعر، أنت بحاجة إلى قناع على الفور. دانيال، الآن سنكون معاً بالتأكيد. شكراً لك بالطبع لإنقاذي، لكننا سوف نكون أصدقاء فقط. لكن أنا. كيف يا أوليان؟ إذن تعامل مع صديقتك وصديقتها أيضاً. انتظري، إنه خطر هناك. أنا بحاجة لمساعدة سوشا بطريقة أو بأخرى. هل هي مجمدة؟ لدي فكرة. نعم، دعينا نصنع شيء ما. لقد سئمت من حمل هذه المستحضرات. لا، سنقتل الدمية ولن نؤذيها. أوه نعم. انتظر، لماذا؟ إنه أفضل الآن، لن تختفي في أي مكان. نعم، دعينا نذهب ديانا. ديانا؟ هل دمية أنابيل خلفي؟ إذن آسفة. ماذا أفعل؟ غادرت أوليانا وأصبحت سوشا زوجة شاكا.
الصغيرة، أنا قادم إليك. أين أنت؟ أين ذهبت؟ أوليانا، أنت لم تذهبين؟ أوليانا، ألن تستديري حتى؟ هل أنت مستاءة؟ أنا آسف، لم يكن علي الإجابة عليك بوقاحة. لقد أنقذتيني وساعدتيني دائما، أعتقد أنك رائعة جدا. أوليانا، ماذا تفعلي؟ الآن حان دورك دانيال. سوشا، أنت لست هكذا، تذكريني. أوه، رأسي. دانيال، هل هو أنت؟ التوقيت. ضع إعجابات، ساعدوني في الخروج من هنا. المزيد من الإعجابات، هيا هيا. حسناً، هذا يكفي، أنا أفعل كل شيء بنفسي. قريباً قلبك سوف يصبح بلاستيكياً. حتى الآن تساعديني. هيا اذهبي، اذهبي واحصلي عليهم. إنه أنت، أعتقد أنابيل. ماذا؟ أخذت أنابيل ديانا. نحن بحاجة لمساعدتها قبل أن تصبح دمية. كنت سأهرب من هذا المكان. نتخلى عن جميع أصدقائنا؟ نعم، إنها مزحة بالطبع. أنت أرقد وأنا سأطاردك. لا أختي الصغيرة، سنلحق بهم. لا، حسناً. إنها ملابس ديانا. اللعنة، هذه الدمية البلاستيكية قد أكلت ديانا. هذا من أجل ديانا. خذي هذا. الحمق يضيعون. انظر، انها تسيء الينا، ساريك. توقفوا عن ذلك، عائلة المجانين. احدهم تركني مع هذه الدمية، وهناك شخص اخر ضرب الناس. ماذا؟ انها قصة طويلة، لماذا ارتديت الملابس؟ يبدو ان هذه الدمية ضعيفة، لكمتها مرة واحدة وانكسرت. وارتديت هذا. اذا كان هذا هو الحال، اذا يمكنك مساعدتنا على التعامل مع تشاكي. نحن سوف نساعدك على تذكر كل شيء، هيا بنا. لا، لن أتوقف. حسناً حسناً، توقفوا، ستفقدوني. دانيال، الوقت، الوقت دانيال، عليك أن تخربه. الوقت؟ لا، لن أسمح لك بذلك. ديانا، لقد قمت بتحديث نفسي منذ وقت طويل، والآن أنا مصنوع من المعنى. أوه يا إلهي، قابلوا صديقي الجديد. يا رفاق، بدا لي شيء ما لن تصدقوه. نعم، في الواقع تهانينا، أحب أن أهنيك بمناسبة ذكرى تعارفنا، لكن ليس لدي هدية على الرغم من ذلك، فعلت هذا مؤخرا. أوه، لطيف جدا، شكرا دانيال. وهذا هو لك. شكرا لإنقاذك لي، أنت صديقة حقيقية. شكرا لك. كنت على حق أوليانا، مثل هذه الهدايا هي أفضل من آيفون. إذن أردت أولا أن تعطيني آيفون، لكنها أقنعتك بذلك. أوليانا، سأقتلك. يا رفاق، لقد جئنا إلى المخيم خلف هذه الشجرة، سيكون هناك المعسكر. رائع. مرحبا يا صديقي. أنت لست صديقي، ابتعد عني. كان يجب أن أتركهم مع الساحرة. اسمع، إذا أخبرت أي شخص بهذا فسوف نقتلك. يفعلون هذا مرة أخرى. وهذا ليس معسكر. هل هذا هو المعسكر؟ وهذا ليس معسكرا. إنه ليس معسكراً. سوشا، هل أرشدتينا بشكل صحيح إلى الخرائط الصحيحة؟ أوه نعم. أوه، هل أمسكت الخريطة بشكل غير صحيح؟ كيف أعرف أن هناك شمال وهناك الجنوب؟ أنت تعرفين كل شيء حقاً؟ حسناً، لقد سرنا كل هذا، وبعد كل هذا لا شيء. انظروا، ما
هذه اللعبة الضخمة هنا. من هذا الضخم؟ تبدو متشابهون نوعا ما. ما مضحك جدا. انظروا، أعتقد أننا في مصنع لعب مهجورة. ربما سنبحث عن اللعب، ليس هناك حاجة بها هنا. ألعاب للصغار ماكس، دعنا نذهب. لعب للأطفال الصغار؟ أصمت، سنذهب إلى المستودع ونجد الألعاب. حسناً يا جماعة. سنذهب أيضاً مع أوليانا للبحث عن الألعاب. اذهبوا وسأبقى مع دانيال. شكراً لك. ألا تفهمين؟ سوشا، هل يمكنك الابتعاد؟ يمكنك أن تنقلي العدوى لي. هل فقدت خوفك تماماً أوليانا؟ حسناً، أنت محظوظ لكونك معي. حصلت على هذه الفتاة. ماذا؟ نعم. أين هو؟ نعم، هنا. من أين أتى هذا الدخان؟ دانيال، أين ذهبت؟ دانيال، عزيزي دانيال، أين أنت؟ أوليانا، انتظريني. هناك الكثير هنا. يا إلهي، إنها غوريلا. واو، منزل غريب جدا. هل أنت جاد؟ اختبئي هنا. واو، منزل غريب جدا. دمية. مرحبا. الدمية تتحدث. لماذا تصيح بصوت عال في منزلي؟ تحدث بشكل حقيقي. هل يمكن لأحد أن يتحكم بك؟ إلى ماذا تنظرين؟ ألم تريني أجلس أمامك؟ من الأفضل أن تجلسي معي وتتناولي كوبا من الشاي. يا إلهي، أنا جائع وعطشان. ماكس، هل يزعجك أن هذه الدمية ناطقة؟ أريد أن أكل أو أشرب. هل تعتقد أنني لا أسمع أي شيء؟ لا أفهم، لا يوجد شاي. كم هو لذيذ. ربما لا يجب أن تخبره بذلك، أليس كذلك؟ لذيذ، الشاي لذيذ، صحيح. حسناً، سنأكل هذا. إنه بلاستيكي. كل، ألم يعجبك؟ يمكنني أن أطرد طباخنا إذا كنت غير راض. لا، نحن سعداء جداً، أليس كذلك ماكس؟ نعم، أخبر الطباخ بإحضار الطعام العادي ولا يحضر هذا الطعام الغريب. أنا أفهمك. مهلاً كوك، يا كوك، تعال إلى هنا. هناك بعض الناس هنا لا يريدون طعامك. من الذي لم يعجبه طعامي؟ دمية أخرى تتحدث. هذا الشاب يقول أن طعامك مقرف. هذا هو الشاب، إنه يقول ذلك. هذا هو الشاب. أنا لم أقول ذلك. قلت أنه بلاستيكي. إن البلاستيك ليس جيدا في الطعام. أليست لذيذة لتناول الطعام؟ نعم، لأنه من المستحيل أكله. حسناً، لقد قال أنه مثير للإشمئزاز. لقد سمعت، أنت وقح جدا. حسناً، انتظر. يا إلهي، يا إلهي. لن أتركك يا هذا. هيا كل. كله أنت.
ماذا تريد؟ هل أردت المزيد؟ ورود، ولكنها بلاستيكية. سوشا، خذي هذا. أين أنت؟ رائع، انظر يا لها من دمية جميلة، كأنها حقيقية. نعم، جيد. لا أعرف، إنه شعر رائع، وبالمناسبة إنها ملابس لطيفة. حسناً، هذا كل شيء، دعينا نذهب. إنها دمية عادية، هيا 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 هيا. هل أنت غيور؟ من؟ دمية؟ لا، بالطبع لا. حسناً، تعال، لا يوجد شيء. ماذا بيديك؟ أنا لست مستاءً، لا شيء، دعينا نذهب. لا شيء، ماذا؟ دمية حية؟ تزوجيني. أوه، جميلة. هل أنا جميلة؟ استمع أيها البلاستيكي، إنها صديقتي، فهمت؟ إنها صديقتي. الآن ليس لديها صديق. أوه، دعني أذهب، دعني أذهب أرجوك. ما هذا؟ دعني سأنقذك. أريد الرقص. لا أريد، دعني يذهب. قلت لك أنك جميلة. نعم قلت، لكن جميل كالدمية. إذن أنت لا تحبيني؟ أنت جميل كالدمية وأنا إنسان، ولا يستطيع الإنسان معاداة الدمية. نعم، سأصنع لك دمية. لا، إلى أين تأخذني؟ لا لا، سوف تصبحين دمية، سأدخلك في آلة إنتاج الدمى. ساعدني دان. أنا أحاول يا سوشا، أنا أحاول. هذا كل شيء، لقد اكتفيت. من الجيد أنني أحضرت هذا معي. لا، المساعدة. هل تسمع؟ أعطني صديقتي بسرعة. أنت بخير؟ دان؟ حسناً سوشا، كان أحلى شيء قلته لي على الإطلاق، إلا صديقتي. ما زلت سأحصل عليها. ماذا يجري؟ لقد انتهيت. أنت لا تجرؤ على لمس صديقي. حسناً. بالضبط. حسناً، دعنا نذهب. هل سمعت ما قالت؟ قلت لك نذهب. علينا أن نهرب من هنا. توقفوا، أين باقي الرفاق؟ اهربوا يا أصدقاء. سوشا، من فضلك أعطني الخريطة، أنا سوف أرشدكم للطريق الصحيح. أنا لا أمانة. نحن بحاجة للذهاب هنا، سنكون في المخيم. هل أعجبتك هذه الحلقة؟ إذن ضع الكثير من الإعجابات واشتركوا في قناة قصصي واتش مي. من برأيكم سيكون القائد في المعسكر الجديد؟ واكتبوا كثير من التعليقات. كانت معكم سوشا وأصدقائها دانيال، أوليانا، ماكسيم، ديانا، نيكيتا. حسناً وداعاً، أحب الجميع.